حفل لغو تاجيري مدحوينها جمهورية الصومالية محمد عبد الله محمد فرماجو يا لغو قطي مقالة هيك ودالك هولن كترسن وربحين توركن عبد الحكيم عبد إسماعيل يا إنو قصو دري دالك هولن يضغي دوني دعالة كان عيان حفل لغو دبالدغ يا مدحوينها جمهورية الفدرال الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو لغونا سيغوتيني مدحويني هوري الصومالية مدن حسن شيخ محمود يا حفل أدلوسو أقاسيمي إسلام ركاسنا لغو تاغيري إسبادلها كعورتي دالك الصومالية لغو قبتي مقالة دهيك إيا حرون تبغورتو يدا دالك هولن مناسبة دانا إيا وحا كسوا قيب قلي سياسيين أقوان يهنو هوين فنانين دالن يارو وضيال إيا مدحدة جارية الصومالية دالك هولن gudoomiyaha dalada ururada Soomaaliyeed ee dalka Holland mudane Cali Cabdi Waare ayaa u mahadceliyay dadkii ka soo qayb galay iyo kuwii soo ogaasimay wuxuuna dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in la shaqeeyaan madaxda cusub inta ka dib waxaan jecelahay in aan u mahadceliyo gudigii hawshan aad iyo aad ka u ballaaran soo abaabulay iyagana waxaan jecelahay in aan u mahadceliyo aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin وما سنتين دمانتين إن عاوة رمتي وحان السهول نميت مركة كوات إنان عمبالية قدرنو مدعوينها جمهورية الفدرالية الصومالية للدورتي مدانة محمد عبد الله فرمان دانكا مددالة دا قوبك عيارك إيا وعي قلنتا إيا وحا وعدرا كدقاي فنانين تا الصومالية إكلاها عبدي باد الإبراهيم قوض مشينو قوض عمر دولي مبارك داعد ديدي ناتشي إيا محمد ويرو انتا يا حفلة السعوتي ايا وحا خدكا تلفون كوغا غيب غاتي هل قما دكتر عبدالغادر علي بولاي او كمي دها دادكا فاركوتيرسكا ايا هيا تاريخ دا صوماليا كان غيب غاتي هل قنكي اسوائيل اي كوحو ريسي دالكين نهويو عبتين يا شبح عبتين كاتي وحل لوزا عيني ان امت الصوماليا انا دينونا انا اتاريرا بالعبتين حتى الاله مهدي نشور راي بو غاري و همين جيري قول لون لغاي مدعوينا افرت سنه سو سعته ان شاء الله وحق رجينينا تمت شيء وبلغ قاضي الى ان كو غرب قال وحان عاوا اني اديغ ان مدشان من اتهين خلبان دي صومالي حدي عاوا علي ويدي لها سؤاشا مدعوينا محمد عبد الله فرماجو مطورة لها إذن هدية تهين اللي بالده الصومالية محالية إذن قعدت أنا عنه هدية مطورة لها إذن وحاو مدينة يا ماجورتي تدك ناشي يسيبوا يمت وحاي مركة للدورتين مدحوي لها إذن شرفك إيو أمانة مدن محمد عبد الله علي فرمي إذن قاعد شيء أسوك farmaajo oo madaxweyne maanta noo ah waayo waxaan ogahay in wadaan
شعبكين وبهنا بقول ورفرت هذه الزهية دورك عيب الله عليك أفريكا ويسكتبينه وأدينا يا قاتل اللي سيدا بحينه دبك اللي سيدا بحينه دبك عيب وشيلينه بنقليه وجليلين ورميت ايدوه العبوز ديو بضوه ويلا بغيره وردوا عشيت اللواعي هو يدودي بهالكي قلب الضحية وهي المضوية بنغليني ويرو ما قادل ليسانو انت يرو ما قادل ليسانو انت دير لبوالي فرحاي قطفينو دعوة دودي لبنيستي يبدا يوريرو بنان قادران بابي sideedii bishii 2017ka ayay ahayd markii ay xildhibaanada labada aqal ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo isagoo 23kii bishana magacaabay raisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya dr xasan ali khayre abdul hakeem abd ismaaciil tv ga caalamiga ah ee somali cable heeg holand